صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي بأن جهاز مدينة دمياط الجديدة بدأ اليوم تسليم 192 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى من مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، موضحا أن إجمالي عدد الوحدات التي تم إخطار البنك بتسليمها للفائزين حتى الآن 2352 وحدة. وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، قال رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة المهندس محمد رجب إنه على الفائزين بالوحدات التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع دمياط الجديدة لسداد كل المستحقات المالية على الوحدة وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة.